وجهتنا هالمرة كانت إلى شمال لبنان وتحديداً إلى ميناء طرابلس، هالمكان المميز والخاص اللي بيقصده الملايين من حول العالم للتمتع بالجو والشمس والمناظر الخلابة. علي سالم، صباح الخير. صباح صباح الفل. بيروت وصباح بغداد. اليوم نحن عم نصور كليب بشمال لبنان مع المخرج اللي ما بيرتاح ابدا مراد ترك، من نوجه له الف تحية عبر موقع شارع الفن. بدي لك كمان مرة صباح الخير. الاغنية اليوم هيك خبرنا ناس ناطرة مشوقة من بعد الحفلات الكتير اللي عملتها، الاشياء الانجازات اللي عملتها، ناطرينك باغنية جديدة. بالتفاصيل بدهم يعرفوا جمهورك شو عم يعمل علي بلبنان. طبعا احنا صورنا كليبين، كليب من يومين، واليوم اخر كليب بنصوره ان شاء الله مع المخرج مراد الترك. الاغنيه اغنيه ستايل، يعني ستايل غربي، كلمات شعر الفقار الماجد ومن الحاني، وان شاء الله تنال اعجاب اللي راح يسمعون. من المينا دخلنا الى قلب البحر اللي شاهدنا خلال الرحله السلاحف البحريه والطيور وبعض الاسماك النادره. وصلنا إلى نقطة اللقاء وهي مكان تصوير كليب النجم العراقي علي السالم والمخرج المبدع مراد ترك. يعني أنا بصراحة يعني ما أقول على روحي ملحن، يعني ممكن تطلع وياي شيء يطلع وياي شيء، بس يعني موضوع التلحين لا، يعني موضوع التلحين موضوع مو سهل، بس ممكن بالمستقبل. يعني لمين بيسمع علي بس يوعى هيك ببيروت أو إذا كان بالعراق؟ إن كان فنان عربي لمين هيك بيستهوي إنه يسمع؟ أنا من عشاق السلطان الطرب جورج وسوف، من عشاقه، يعني أسمع له وأكيد كاظم الساهر، وبذات بلبنان يعني على طول بالسيارة كاظم الساهر. أقول لهم يعني أحس هي لبنان، من أجي هنا أحس كاظم الساهر. ما أعرف، سمعنا شيء لكاظم نسمع؟ يلا. سلمتك بيد الله يا محمني أذية، يا ريت ما شفتك وجابك علي، يا خسارة تعب وياك ما تستاهل أنا هواك، يا ظالم لا ترحم ما يبتشين عذابك، لا أشكو أتألم. الله حبيبي علي، دقت الأكل اللبناني حبيت؟ يعني أكيد، بس بصراحة أنا أكثر شيء أحب بلبنان الأكل البحري. بتحب السمك أكل البحري؟ وإحنا اليوم طبعا بشمال لبنان أكيد، يعني اليوم رح ناكل أكل بحري. من بعد كل الإنجازات اللي قلتها إنك عملتها، شو عم حضرنا بعد هالأغنية علي؟ الناس ناطرة كمان تعرف هيك جدول الحفلات، لأنه بعد بلشنا الصيفية، وين راح تكون؟ إن شاء الله أنا على رأس السنة راح أكون عندي تور بأوروبا، وهي أول مرة أنا أروح لأوروبا، ومن بعدها التوفيق من رب العالمين، ما نعرف يمكن على عيد الحب أروح على أمريكا، إن شاء الله خير. لمين تبعت آخر إصدارات الفنية؟ لمين سمعت لآخر حدا؟ آخر أغنية عجبتني للفنان اللبناني آدم، غنى أغنية بلحن عراقي، كلش عجبتني الأغنية. هو آدم هوني من عشاقه، يعني فنان جميل الله يحفظه. والديو اللي صار بين إليسا وسعد المجرد، استمعت له، شو كان تعليقك عليه؟ بس أنا أميل للأصوات الطربية أكثر، يعني أنا ميولي، بس أنا كل شيء أسمع أكيد، وما شاء الله يعني الكليب مسوي فيو مخيف بوقت قليل. راح نشوفك بديو مثل إليسا وسعد؟ والله أنا يعني عندي ديو إن شاء الله، هي مطرب مصري، ما أريد أقول اسمه لأنه أكو اختلاف بس بشركة الإنتاج، إنه هم يريدون الإنتاج لهم وأنا أريد الإنتاج لي، بس هذا الاختلاف، وإذا صلح الاختلاف ووقعنا إن شاء الله راح أعلم. إن شاء الله يا رب. علي أنت كمان مشروع ممثل، فشاشة صغيرة كمان متشوقة لوجوه جديدة، حنشوفك؟ والله بصراحة يعني أنا كنت حاس نفسي إنه ممكن يطلع مني تمثيل، بس بأول كليب شفت إنه صعب الموضوع، مو سهل. يعني اول كليب كان بدراما، والموضوع مو سهل انه تنطي يعني تطلع من جوك تفوت بغير جو، موضوع مو سهل. يعني حدا مثل عليك بحياتك او لا؟ اكيد، واحنا كنا ناس تمثل على ناس، يعني مو شيء غريب. بنهايه اللقاء شو بتقول لكل الناس عبر شارع الفن؟ واذا بدي اسمع صوتك غناء كمان هيك موال صغير، وبنقول لهم هيك شيء لشارع الفن. عطشان اروح لشوفتك وفراقك مذيها، متخبلة بيك وتنقهر لو غيرك اهتم بيها، انهي حياتي لو ردت هاي العلاقة انهيها. الله، لكل الناس عبر شارع الفن شو بتقولهم علي السالم؟ اقول لهم ربي يحفظ الجميع ان شاء الله، وانتظروني بعملين ان شاء الله واحد احلى من الثاني. شكرا. Thank you.
تو.